أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. حراك إقليمي ودولي كبير في الملف اليمني وتحركات سعودية للخروج من دائرة الحرب، تلك التحركات دفعتها للإبقاء على أعضاء المجلس السبعة في الرياض وأبوظبي لضمان موافقتهم في حال وصلت إلى تسوية سياسية بهذا الخصوص. فهل ستنجح السعودية بالخروج من دائرة الحرب اليمنية وشراء أمنها من الحوثيين؟ وهل سيمنح الحوثيون وكذلك أعضاء المجلس الرئاسي السعودية ما تصبو إليه في اليمن؟ ذلك ما سنعرفه مع ضيوف هذه الحلقة بعد متابعة التقرير. لن ينتهي الصراع في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية، جملة حرص وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على تأكيدها خلال حديثه في منتدى دافوس الاقتصادي. أما المبعوث الأممي هانس جروندبيرغ فقد أقر بأن إنهاء الصراع في اليمن ليس أمراً سهلاً في الوقت الراهن، خاصة في ظل استمرار انعدام الثقة بين الأطراف، لكنه أبدى في الوقت ذاته تفاؤلاً بالتقدم الذي أحرزته مساعي الرياض ومسقط أو ما عرف بالخارطة السعودية لحل الأزمة اليمنية، والتي تضمنت دفع رواتب الموظفين مقابل إيقاف هجمات الحوثي على الحدود السعودية وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة، لكن تلك الخارطة لا تزال في مرحلة التفاوض. الموقف الأمريكي كان هو الآخر حاضراً، وأكد السفير ستيفن فاغن على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي للتفاوض على إنهاء الصراع مع ميليشيا الحوثي. وخلال لقائه عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، أشاد فاغن بدعم الحكومة اليمنية لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وكانت أخبار تتحدث عن خلاف ناشب بين أعضاء المجلس الرئاسي منذ استحواذ الانتقال على القرارات وسيطرة تشكيلاته المسلحة على محافظات عدن وشبوة وأبين. منذ أسابيع والملف اليمني يشهد حراكاً كبيراً أهمه الدور العماني، ومن خلفه رغبة سعودية بالوصول إلى تسوية تنهي تدخلها المباشر في الحرب. السلطة السعودية كانت قد بدأت بتجميع أعضاء المجلس الرئاسي في الرياض وأبوظبي من أجل التأكد بأن الأعضاء السبعة سيوافقون على ما ستتوصل له الرياض في نقاشاتها مع الميليشيا. أهلا بكم من جديد، وينضم معي المحلل السياسي ياسين التميمي، ومعي أيضا من صنعاء الكاتب والصحفي محمد المياحي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، ما هو الدافع وراء التحركات السعودية في هذا التوقيت؟ لماذا الآن؟ لماذا يتم الحديث عن خارطة طريق تؤيدها جميع الأطراف؟ تحية لك أمل وللمشاهدين. طبعا لا ينبغي أن ننظر للأمر على أنه يأتي في سياق رغبة سعودية للذهاب إلى الحوثيين وإنجاز صفقة. في نهاية المطاف أنا أعتقد أنه كل أطراف الصراع بما فيها المملكة العربية السعودية يقعون تحت ضغط أمريكي في تقديره لإنهاء الحرب، والمملكة العربية السعودية جاهزة لإظهار خارطة الطريق التي عرفنا عنها وعن مضمونها منذ مارس 2021 عندما يعني أي بعد 3 أشهر من تولي الرئيس بايدن. المملكة العربية السعودية في الحقيقة هي تريد أن تقول للولايات المتحدة بأنها ليست هي سبب وراء استمرار الحرب في اليمن، وهي تريد أن تنأى بنفسها. لكن اليوم حصلت تطورات مهمة في سياق هذه الأزمة والحرب للأسف الشديد. المملكة العربية السعودية تمكنت خلال الفترة الماضية تقريبا من تحييد السلطة الشرعية ورأسها المتمثل في مجلس القيادة الرئاسي. هذا المجلس اليوم ضعيف ومتشظي ومتفكك إلى درجة أنه لا يمتلك المبادرة للتحكم بمسار المفاوضات ولا يستطيع أن يفرض شروط، ولهذا رأينا السعودية هي التي تتصدر المشهد وهي التي تحضر لأول مرة في مجلس الأمن الدولي كطرف أساسي في صراع، بينما هي في الحقيقة تقود تحالف يقف خلف السلطة الشرعية. ولهذا الأمر ارتبط ببروباغندا إعلامية كبيرة جدا دائم قادتها وسائل إعلام تابعة لحزب الله وتابعة للمنظومة الإيرانية، وتحاول أن تصور الوضع كما لو كان قبولا أو خضوعا سعوديا لشروط الحوثيين. هناك الكثير من المعلومات المغلوطة أو التي لا يتوفر اليقين بشأنها. مثلا هناك حديث حول زيارة السفير السعودي إلى الرياض، وهناك حديث حول زيارة الوفود السعودية إلى الرياض، وكما لو كان الوفد العماني ذهب إلى هناك فقط ليستاد للوفد السعودي لزيارة صنعاء. هذا الأمر أنا في تقديري فيه كثير من المبالغات، لأن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تقبل بأن تكون رهينة لوثيق
أين كان، سواء كانت عمان أو غيرها، لأن السعودية في الحقيقة تمتلك قنوات مفتوحة مع الحوثيين منذ بداية الحرب حتى اليوم. الحوثيين هم يريدون عقد صفقة ثنائية مع المملكة العربية السعودية. اليوم بعد فشلهم في مأرب، وكما تعلمون يعني وسائل الإعلام ذاتها حشدت حول مأرب وأخبرت العالم كله بأن مسألة سقوط مأرب ليست إلا مسألة وقت، لكن تبين فيما بعد أن القوات التي تدافع عن الدولة اليمنية أسقطت هذا الرهان بشكل كامل. اليوم إذن ما الرسالة التي تريدها من خلال هذا الحشد الإعلامي كما تقول، وهي في المقابل تصدر نفسها إن هي ترفض هذه الخريطة وعليها ملاحظات؟ أنا كنت سأتكلم. إيران كما تعلمين تعيش وضع داخلي مضطرب، ويعني وضعها ليس كما كان في السابق، لهذا هي تشجع حلفائها في صنعاء للدخول في صفقة مع الرياض لا تكلف كثيرا، ولهذا هناك هذا الحشد الإعلامي يريد أن يقنع السعودية بأن عدد هذه الأسلحة. وهناك أيضا غرفة إعلامية تساند هذا الموقف. للأسف الشديد بعض من الشخصيات المحسوبة على الشرعية وعلى معسكر الشرعية تدفع في هذا الاتجاه، وتظهر السعودية كما لو كانت تقدم على خطوة رائعة جدا وهي القبول بسلام مع الحوثيين. طبعا هذه الإيحاءات تريد أن تقول بأن الأزمة في اليمن أو مسار الأزمة في اليمن سينتهي إلى صفقة ثنائية بين المملكة العربية السعودية التي ليس لها علاقة عمليا، هي جاءت لدعم السلطة الشرعية والطرف الآخر هم الحوثيون الذين هم طرف انقلابي لا شرعي مرفوض على نطاق واسع. وفي النهاية الحوثيون اليوم يروجون لهذه العملية كما لو كانت انتصارا. في الحقيقة العملية على هذا النحو، هناك جهد عماني مبذول لإقناع الحوثيين ومن ورائهم إيران بعد استهداف موانئ النفط اليمنية والناقلات النفطية اليمنية مقابل دراسة مطالب فيما يتعلق بالمرتبات. المملكة العربية السعودية طورت خارطة الطريق لديها بحيث تحصل على تنازل خطير جدا يتمثل في منطقة بعمق 30 كيلومتر. الثمن الذي ستدفعه المملكة العربية السعودية على النحو التالي، هي ستجبر السلطة الشرعية على مشاركة الحوثيين عوائد النفط ودفع مرتبات لموظفيهم مقابل الحصول على عمق أمني. هذا العمق الأمني لا شك أنه سيتم ترتيبه لاتفاقية سيجري احترامها على نطاق دولي، لأن الذي سيوقع في الطرف الآخر هي السلطة الشرعية ومعها الحوثيين، وبالتالي عملية هذه ستدفع بالحوثيين ليكونوا هم المرتزقة الأساسيين الذين سيتعاملون مع الجانب السعودي وسيقدمون هذا التنازل الخطير جدا. السعودية لن تخسر شيء، هي اليوم ستدفع باليمن إلى وضعية جديدة. مفاد يعني ستكون على النحو التالي: الحوثيون سيتموضعون في صنعاء ويعتقدون أنهم منجزين صفارا عسكريا، كل الأطراف ستبقى متموضعة في المكان الذي هو فيه، اليمن سيشهد مرحلة من حرب أهلية واسعة النطاق ستجدها السعودية عن بعد. هذا الكارثة التي يبشر بها الحوثيون ويقدمونها ويصدرونها للشعب اليمني على أنها انتصار، هي في الحقيقة سوق اليمن مجددا الى كارثه كما فعلوا في السابق. هم نعم، اذا سعود للحديث عن اين هو المجتمع الدولي. سابقين ساعد السعوديه في تحقيق اهدافها، ومنها انهم اسقطوا العمليه السياسيه التي نصرتهم طرفا وطنيا وافروا على البقاء كقطيع شيعي شارد في المجتمع اليمني، يريدون فرض هويه احاديه على الشعب اليمني للاسف الشديد، وتحولوا من طرف وطني الى مقاول قائفي يريد أن يبقي اليمن رهينة أزمة سياسية لا تتوقف. وهذا الأمر أنا أعتقد أنه اليوم مرفوض من جانب الشعب اليمني، وسيقاومه الشعب اليمني بقوة إن شاء الله، وسيفشل كل هذه الرهانة. نعم، إذن سأعود إليك أستاذ ياسين. أذهب إلى ضيفي الصحفي محمد المياحي. سيد محمد، يبدو أن السعودية تبحث لها عن مخرج من الحرب اليمنية، هذا المخرج كيف سيؤثر على شكل الوضع في اليمن؟ هذا صحيح جدا. السعودية يعني شعرت أن الأزمة طالت وهي تريد أن تبحث عن أي مخرج للتخلص من الأزمة اليمنية، لكن هذه الحلول المتسكنة لا هي في صالح اليمن ولا هي أيضا في صالح السعودية. إذا ما كانت في النهاية بهذا الشكل فكان حل للسعودية أن لا تخوض حربا من البداية. لا تؤثر الحروب، يعني المشكله اليمنيين ليست في الحرب فقط بل ايضا في الاتفاقيات المغشوشة هذه. يعني السعوديه الان تلجا الى مرابطه الحوثيين، وابقى امل لها ان تحمي امنها وان لا تتعرض الى اي هجمات. كانت السعوديه محميه من البدايه، اذا ما كنت ستدخلين الحرب
كي تفاوضي في النهاية على أن يتم تأمين ولا تستهديد الخصم الذي خط حربا ضده، فلم تكون بحاجة إلى هذه الحرب أصلا. لكن الخسارة الكبيرة هو أن هذا الشعب الصامد طوال 8 سنوات وهو يتجرع مرارة العيش، بالأخير النتيجة هو أن الجميع يذهب إلى مرابط الحوثيين ويعترفون بهم، والمبعوث الدولي يتحدث من صنعاء، في نعيش بالمنح الشرعية لهذه الجماعة. وواضح جدا أن الحلول المستقبلية هي تؤسس على نتائج الحرب، يعني كما لو أن الحوثي شن حربا سيكسبها، وما لم يحققه الحوثي بالحرب يريد أن يحققه بالسلام. هذه الإشكالية سببها في المقام الأول السعودية، يعني أطراف دولية كبيرة، طرف دولي كبير، إلى جانب أن العالم يسندها، وبالأخير تنتهي إلى هذا الحل، هذا بؤس. اليمنيون لم يكونوا لديهم دولة وتفقدت دولتهم، وأي صيغة حل مخصوصة هي لن تمر حتى لو تم التوقيع عليها. بالأخير لم تؤسس هذه البلد إلا على أرضية حقيقية بسور ودولة. الحوثي لن يتقبل هذا، يريد أن يبتلع الكعكة والقصف الأكبر من البلاد. هل هذا مفيد؟ لا، يفاوضه الحوثي كملك ويفاوضونه كبرجان مهزومين، هذا عار عليهم. اليمني من الطبيعي أن يكون اليمن كثيرا أمام الحوثي، وفي الحقيقة اليمنيين حتى أولئك الذين في مناطق كثيرة الحوثي ما زالوا راسبين للتطبيع معه والاعتراف به. المجتمع الذي يحكمه الحوثي لم يعترف بالحوثي ولم يعمل على تطبيع معه. الولايات السعودية الآن وفي الحقيقة من خلفها أمريكا تريد تبريد المناطق اليمنية تماما، تريد إغلاقه بأي ثمن، لا تفترق في طبيعة الحل ما إذا كان لصالحنا أم لا، يهمها إغلاق الملف اليمني. والسعودية تريد، ولكن بهذه الطريقة التي تتعامل بها مع الأزمة اليمنية، هل هي الطريقة الصحيحة لإغلاق الملف اليمني بما يضمن أمنها وحدودها؟ طبعا الطريقة أي طريقة هي مناسبة ليضمن أمن السعودية، لا إشكالية، بمعنى يضمن أمني على المستوى القصير. الحوثيون إذا منحوا كل شيء مستعدين، كما تحدث الأستاذ ياتي تميم، مستعدين يكونون المرتزقة رقم واحد في السعودية. ليس لديهم إشكالية، والسعودية لم تخض حربا لتقويض الحوثيين، وإنما للتفاوض معهم أو خلق نوع من الشراكة بينهم. الحوثيون يتقبلون هذا، لكن على المدى البعيد هل الحوثي جانب مأمون؟ الحوثي يرى أنه انتصر في الحرب اليمنية ولا يريد سوى أن يستسلم الطرف الآخر. هو يرى أنها فرصة كارثية التي لن يفرط بها. من غير المعقول أن هذه الجماعة تتقبل حلا سياسيا يضعها في موضعها الصحيح ويمنحها وزنها داخل الصورة السياسية وداخل أرضية يقف عليها كل اليمنيين. ها الحوثي فرصته الذهبية، إيران من خلفه أيضا، يرون أن هذا أكبر مكسب، يعني المرحلة الأولى التي تقربهم من المملكة، تقربهم من مكة ومن زيارة ومن الإشراف على الأماكن المقدسة. السعودية تتوهم إذا كان هذا حماية استراتيجية، هي حماية ظرفية، والسعودية هي لديها إشكالية كبيرة في سياستها الخارجية أنها تتقبل المشكلات المؤقتة وتفرط بالامن الاستراتيجي لها. يعني ونحن لا نريد ان نرد هذه النقطه، بمعنى لا نريد ان نقول للسعوديه دائما ان منحك الحوثيين قص كبير انه يهدد مستقبلا، لا، ليست هذه مشكلتنا. نحن مشكلتنا اننا نريد دوله حقيقيه، نريد سلاما لا يؤسس على استحقاقات الحرب او نتائج الحرب. اما السعوديه فهي تورط نفسها مستقبلا، بالفعل تورط نفسها ان الحوثي لن يتركها. واذا ما كانت السعوديه تفكر على المدى البعيد فلتضحي، كانوا اصلا تضحي وتغامر وتذهب وتبدا بالحرب الى مستوى يكسر الحوثي ويجبره على حل يضعه في مستوى، لكنها مرتبكه وايضا تريد التفرغ لملفاتها الداخليه. نعم. ترى ان الحرب استنزفتها. ماذا هو نفس هذا الحرب؟ هذا هو مستوى السعوديه. انها الحرب قد تكسر القلب، لكن خلفك عار العرب، خلفك السعوديه لا يجب ان تفك المستقبل او مصير مأمون. نعم، اذا اعود اليك استاذ ياسين، انت قلت بدايه حديثك أن هناك ضغط أمريكي لإنهاء حرب اليمن، السعودية أيضا يبدو أنها تريد فعلا الخروج من هذه الأزمة، ماذا بالنسبة للحوثيين ومن وراءهم إيران؟ هل هم توصلوا إلى نفس النتيجة أنه يجب إغلاق ملف اليمن حتى ولو كانت الأساليب أو الطرق التي ستغلق بها هذا الملف خاطئة؟
الحوثيون جربوا الحرب الحقيقية التي كانوا يريدون أن يختموها بسيطرة على مأرب الموارد النفطية ومجمع أجهزة دولتهم بكل إمكانياتها الاقتصادية والمالية والسياسية والجيوسياسية، لكنهم فشلوا. لهذا قبلوا بالذهاب إلى عقد هدنة مقابل يعني مكاسب كانوا يريدوا تحقيقها عبر الحرب. هذه المكاسب فتح مطار صنعاء، فتح من الحديدة، التحرر من إجزامة المالية تجاه موظفي الهيكل الإداري التابع لهم، والحصول على هذه الإجزامات من قبل السلطة الشرعية مقابل الذهاب إلى هدنة. ولهذا أنا في تقديري الأمور هي ستظل في تدور حول هذا الأمر تحديدا، هدنة، اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، بقاء الأمور على ما هي عليه، حالة لا سلم ولا حرب، صومال، الحالة يعني إنتاج حالة صومالية، إنتاج هدنة طويلة الأمد كالتي رأيناها في كوريا في شبه الجزيرة الكورية منذ الخمسينيات حتى اليوم، لا تزال الهدنة قائمة على ما هي عليه، حالة لا حرب، حالة لا سلم. اليمن سيدفع منذ الآن يعني ثمن بيها إذا ما بقي الحال على ما هو عليه. طبعا كل الأطراف، أنا في تقديري أن المملكة العربية السعودية عندما حاربت إمكانية الدولة اليمنية على مدى 7 سنوات مضت، وحاربت نيابة عن الحوثيين لأن الحوثيين ما حققوا مكاسبهم العسكرية إلا بالقدر الذي سمح لهم بتحقيقه، بما في ذلك إجبار الجيش الوطني على الانسحاب من مشارف صنعاء والانتهاء إلى أطراف مدينة مأرب. هذا الأمر قدم من الحوثيين هدية من التحالف إلى الحوثيين. التحالف أنهى الحرب الميدانية، سحب غراءه، جيشه، مدافعه، صواريخه من مأرب وسلم مأرب وقدرها إلى الجيش الوطني ويدافع عن هذه كل ما يملك من قوة ويضمن أن هناك معركة استنزاف يدفع الحوثيين ثمنا باهظا ويدفع الجيش الوطني ورجال الدولة اليمنية ثمنا باهظا أيضا. الأمور وصلت إلى هذا الحد. الأمر أن يتعدى هدنة دائمة أو وقف إطلاق نار شامل مقابل بقاء الأمور على ما هي عليه. اليوم الرهان على أن الحوثيين سينتجون نصرا هذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يحدث في المدى المنظور. الحوثيون يريدون أن يحولوا استسلامهم للمملكة العربية السعودية إلى نصر، هذه البروباجندا هدفها ذلك، يعني هم يريدون الارتناء بأعظم الدولة السعودية لكن دفع على النصر. هذا الأمر مفضوح ومكشوف، ولهذا الحديث عن وفود سعودية تذهب إلى صنعاء تحت تغطية عمانية هذا أمرنا في تقديري سابق لأوانه. الأمر لأن ولكن لم يكن هنالك نفي سعودي لهذه الأخبار. السعودية ليست مضطرة لأن تنفي، السعودية هي تريد لهذا النوع من الأخبار أن يتم. أنا في تقديري هذا الإعاز لغرف عمليات تخدم المشروع السعودي والمشروع الإيراني في اليمن، هذا النوع من الأخبار مطلوب من الجانب السعودي حتى يتهيئ الشعب اليمني لسلام تريده السعودية، سلام تريده السعودية وفق شروطها أو أولوياتها. هذا الأمر يرضي غرور الحوثيين ويحقق مصلحتهم في إذن بالنظر إلى المعطيات على الأرض أستاذ ياسين، هل سيتم ذلك في الوقت القريب في الأيام أو الأشهر القادمة بالنظر إلى رفض الانتقال وأعضاء المجلس الرئاسي المحسوبين على الجنوب؟ المجلس الانتقالي يغرد دائما خارج السبب. المجلس الانتقالي يريد أن يضع مشروع الانفصال في صلب المباحثات حول التسوية النهائية في اليمن، وهذا الأمر بطبيعة الحال أنا في تقديري متروك كورقة نهائية. في النهاية السعودية والإمارات استثمرت في هذا المشروع لكن ليس وقته الآن. السعودية والإمارات تريد أن تنجز المرحلة الأولى وهو هدنة دائمة ووقف إطلاق نار شامل تحصل من خلاله على ما تريد. نعم يعني ولكن ذلك لن يتحقق إلا بتنفيذ شرط الحوثيين بدفع رواتب الموظفين تحت في المناطق سيطرته من عائدات النفط. هذا الأمر سيستدعي أن السعودية إذا ما وافقت، طبعا هي ليست مخولة أن توافق الحقيقة، لكن السعودية طالما قررت مصادرة القرار اليمني فهي صادرته لكي تفرض أولوياتها هي، وهي الذهاب إلى عمق، وهذا الأمر تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، معنا عمق 33 كيلو على الحدود المشتركة بين اليمن والمملكة العربية السعودية. هذا ليس ظن تسوية شاملة على فكرة للحرب اليمنية، وإنما لتسليم رواتب الحوثيين. انظروا إلى هذا الثمن البخس
لان المملكه العربيه السعوديه لن تدفع هذا من خزينتها، ستدفعه الحوثيين سيتوقفون عن استهداف موانئ النفط، النفط الذي سيصدر عائداته سيدفع جزء منها مرتبات للجهاز الوظيفي الذي يعمل تحت سيطره الحوثيين. وعلى فكره هناك جزء من هؤلاء الموظفين الذين يعملون في مؤسسات ووزارات في صنعاء يسجلون مرتباتهم الان في عدم وسووا امورهم من وقت مبكر ولم يضيف ذلك شيئا. لكن الجدل هو حول هل المرتبات هذه ستذهب لمقاتلي جماعه الحوثي؟ هذا الامر انا اعتقد انه ستوظفه المملكه العربيه السعوديه جيدا للوصول الى هدفها الاستراتيجي وهو الحصول على يعني منطقه في عمق 30 كيلو. هذا الامر انا في تقديري لن يحقق الثلاثه اليمن، بل سيضعها على اعتاب مرحله جديده من الصراع والاحتراب. سأعود إليك أستاذ ياسين. نحن 30 أكثر من 30 مليون نسمة، تريد جماعة الوحل السنين هذه أن تبقينا في حالة حرب، في حالة عدم استقرار. نعم. سأعود إليك أستاذ ياسين لنتحدث عن دور الشرعية وأعضاء المجلس الرئاسي، أين هم من هذه التحركات؟ أعود إليك أستاذ محمد المياحي، إذا ما نظرنا إلى التحركات هذه التي تسعى للخروج بخارطة طريق وسلام للأزمة اليمنية، بعيدا عن المعطيات السياسية والمكاسب والخسائر السياسية، إذا تحدثنا عن المواطن اليمني أين هو من هذه التحركات؟ هل هذه التحركات بصالحه غير ذلك؟ في الواقع بشكل عام يعني عمومي هو لا يعرف ما إذا كان هذا السلام سيصب في صالح تأمين مصيره أم لا. الأمر يعتمد على القوة السياسية والقوة السياسية التي عليها أن تتخذ مواقف معينة لتحشيد الشارع اليمني مع أو ضد اليمنيين. إذا ما فكرنا بشكل مجرد بعيدا عن السلام هذا وجودنا المؤقتة، بالتأكيد السلام بشكل عام هو اللي صالحهم، لكن أي سلام؟ يعني هذه أطول حرب هذه اليوم، هل من المنطقي أن يدخلون في عملية السلام لأشهر ثم ينفجر الوضع أو حتى لسنة سنتين ثلاث خمس ثم تنفجر المأساة اليمنية؟ لأن كما قلت لك سابقا مشكلة اليمنيين ليست في الحرب فقط بل في اتفاقيات المقصوصة والسلام المدجن، هذا الذي يطبخ لأن الأطراف انهكت وهناك رغبة دولية أمريكية بالتحديد بالفعل بإغلاق هذا الملف. وبالتالي هل هؤلاء الأطراف يحاولون صياغة مصير يمن مأمون بحيث لا يمكن أن ينفجر مستقبلا، أم أنهم سيدخلون في دورات صراع؟ يعني إما أن تخاض الحرب بشكل حاسم ونهائي أو أنها تدمر وتخاض عملية سلام حقيقية. اما هذه المراوغه والترضيات طريقه حتى الطريقه التي تشتغل بها المشاورات او التي تجري بها المشاورات تكشف انها يعني مجرد طبخه مستعجله لا امريكا هي لا تكترث في الحقيقه، لا تكترث اذا كان الحل يؤسس على يعني خلفيه يمنيه لا تحب حتى ان تعرف خصوص الصراع، تريد ان تخلق لهم هكذا مساحه معينه وطبخه جديده وتراضي الطرف المتعنت الحوثي ويتم تهدئه الملف. انا اظن هذه طريقه السلام هذه غير مامونه بالنظر الى الحوثي، بالنظر الى شكرا جزيلا، بالنظر الى طموحاتهم. هم يؤسسون لنا فخا جديدا باعتقادي، ولو هدؤونا ولو دفعوا الرواتب مؤقتا ولو جمدوا الحرب، لكن نحن نرتكب الجنايه والجريمه بحق الاجيال مثلما ان امريكا والدول المتقدمه في مبدا اساسي في المبادئ الدوليه حمايه الاجيال مستقبلا، هم الان دمروا حاضرنا ويدمرون حاضر الاجيال، حقهم بامانهم. شكرا جزيلا لك. بدون حرب. نعم. نعم الكاتب والصحفي محمد المياحي شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة إليك أستاذ ياسين، موقع المجلس الرئاسي من هذه التحركات أين هو؟ غيابه عن البلد طوال هذه المدة، هل هو يعني هم محتجزون؟ ما هو وضع أعضاء المجلس الرئاسي؟ أعضاء المجلس الرئاسي بخير، يعيشون في عيش رغيد هانئين، لا مشكلة بهم، حتى على المستوى الشخصي اعتقد ليست لديها مشاكل. لكن مجلس القياده الرئاسي متفق على المستوى السياسي مع مهانه الطبيعيه، فهو تشكل اصلا كوفد
تفاوض رفيع المستوى مع الحوثي بهدف تحقيق السلام، لم يتشكل من أجل خلق واقع جديد يمكن أن يرفض الدولة ويمكن أن يعيد للدولة اعتبارها ويمكن أن نخلق وقاع جديدة على الأرض تسند الدولة اليمنية وتقوي فرص إعادتها طبيعية كما كانت، وإنما أسس بتوافق تفاوض، فهو سيستدعى لمباركة أي اتفاقية تصل إليها السعودية وسيعود متشظيا لكي ينهض بما هو مكلف به. يعني المجلس عيد الروس مع المجلس الانتقالي مكلف بمهام الانتقالية، طارق صالح مكلف بمهام أخرى، رشاد العليمي مكلف بمهام أخرى، البحثني قائد القوات العمالقة المحرمي إلى آخره، هؤلاء كلهم لهم مهام أخرى عدائية لا تخدم المصلحة اليمنية العليا للأسف الشديد، وللأسف لا رهان على مجلس القيادة الرئاسي لأنه منذ البداية تشكل على هذا النحو، وهو يستكمل سلسلة التنازلات التي قدمها عبد الرب منصور هادي الخائن الأكبر للقضية اليمنية، والذي أوصل الحوثيين إلى عمران وإلى صنعاء وقال أن عمران تسقط وصنعاء تسقط، وواصل سلسلة التنازلات وادعى أنه وطنيا وصدر مواقف يعني مراوغة يريد من خلالها أن يثبت أنه وطني، لكن في النهاية هو قدم التنازلات الأخبر. مجلس القيادة الرئاسي الذي عين من قبل السعودية والإمارات يواصل تقديم سلسلة التنازلات، والرهان اليوم على الشعب الوطني، على الشعب اليمني وعلى جيشه الوطني وعلى المقاومة التي لن تسكت على أي تسوية يمكن أن تقود اليمن إلى التفوق. شكرا جزيلا. وإلى الميليشيات والطوائف. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي وأنت المحلل السياسي. إذن مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة، أشكر ضيوفي والشكر موصول لكم من زميلي معد ومنتج هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.